السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد المجموعة ديال العصائر. العصير الاول كنحتاج فيه جوج حبات ديال الكيوي، نصف حبة ديال الخيار، واحد الموزة، وكمية ديال المندرين على حسب الرغبة. غادي نبداو، غادي نقشر هاد الحبة ديال المندرين وغادي نديرهم في الخلاط. غادي نضيف عليه شويه ديال الماء. بالنسبه للناس اللي كيبغيو العصير يكون خفيف، يطحنوا المندرين هو الاول، من بعد يصفيو وعاد باش يزيدوا عليه الفواكه. انا كندير كلشي في خطره واحده. وكنطحن العصير، بالنسبه للسكر انا كنكتفي بالحلاوه الطبيعيه اللي في الفواكه، ممكن تضيفوا السكر على حسب الرغبه. العصير ديالنا هو وجد، شوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي، راه كيجي خاطر. ها هو باش تعرفوا انه خاطر، ها هي التجربه، كيجي فيه على المذاق ديالو زوين زوين زوين. نتمنى تجربوا وندوزوا للعصير الثاني. عندي هنايا الباربه والياغورت، جوج المكونات فقط. غادي نبداو اول حاجه، غادي نقشر هاد الباربه وغادي نديرها في هاد الكسرونه. كيف ما كتلاحظوا الباربه قشرتها وقطعتها مكعبات صغيره شويه باش ما تاخذش ديال الوقت في الطياب، وعمرت عليها بواحد الكميه مهمه ديال الماء. غادي نديرها دابا تسلق حتى يدخلها الطياب. الباربه ديال ها هي راه تسلقات كما كتشوفوا، غادي نخليها حتى تبرد تماما، من بعد غادي ندخلها للثلاجه ضروري تبرد عاد نكملوا ان شاء الله العصير ديالنا. كيف ما كتشوفوا هنايا درت واحد الموزه في الخلاط، هي اختياريه يعني ما كانتش شي مشكل، غير باش تعطيني ديك الحلاوه للعصير وما نضطرش انني نزيد السكر. الا ما كانش كتضيفوا السكر عادي على حسب الرغبه. غادي ندير الخليط ديال الباربه يعني والماء فاش طابت، هي والماء ديالها، وغادي نزيد هذا الياغورت ديال الفريز، ضروري يكون ديال الفريز باش كيعطينا داك النكهه ديال الفريز. ودابا غادي نزيد واحد الكميه لا باس بها ديال الماء، غنزيدو غير هنا في الكسرونه صافي. غادي نطحن دابا الخليط، ودابا من بعد ما طحن لينا العصير مزيان، نتوما كما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي، كيجي القوام ديالو ثقيل وفيه الرائحه ديال الفريز، يعني تقدروا تقولوا بانه مصوب بالفريز. نحتاجوا لهذا العصير اي نوع ديال البرتقال. عندي هنايا المندرين وموزه، كناخذ البرتقال ديالي من بعد ما كنكون قشرته، كنقطعوه هكذايا طريفات وكنوضعوه في الكاس ديال الخلاط. من بعد فغادي نزيد عليه هذيك الموزه حتى هي كنقطعها القطع بحال هكا كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا القرعه الحمراء اللي خديتها وضعتها في كاسرونه مع شويه ديال الماء حتى تسلقات، من بعد صفيتها وغادي نزيدها لباقي المكونات، وغادي نزيد واحد الكميه لا باس بها ديال الماء وكنطحن الكل. بالنسبه للسكر فانا ما كنضيفوش، كنكتفي بالحلاوه الطبيعيه اللي كتكون في الفواكه، ممكن تزيدوا على حسب الرغبه ديالكم. وحتى الماء ما تزيدوا، ما تضيفوش كميه كبيره حتى تشوفوا القوام اللي بغيتوا تحصلوا عليه في الاخير.
وهكذا كيكون الشكل ديال العصير، فكيكون القوام ديالو خاطر كيف ما كتلاحظوا، فهو كيجي صراحة بنين بنين بزاف، داك المزيج ديال القرعة الحمراء مع البرتقال. فصراحة كنصحكم تجربوه، ان المذاق ديالو فعلا مميز وصحي للوليدات ومنعش في هذا الصيف، فبنين بزاف صراحة المذاق ديالو. وندوز دابا للعصير الموالي. كنحتاجو لهاد العصير ديال لافوكا الكذاب، ان شاء الله واحد نصف حبة ديال الخيار، شوية ديال الخس، يعني تقريبا واحد ربعة ديال الاوراق ديال الخس، والحليب. هنا عندي 350 مليلتر ديال الحليب، وكتبقى يعني الكمية على حسب الرغبة، على حسب الكثافة اللي بغيتو نتوما. غادي ندير الخيار في الخلاط، غادي نزيد عليه الخس، من بعد الى جانا تقيل راه كنعاودو نزيدو فيه الحليب، وغادي نطحن. بعد ما طحنت الخليط غادي نصفيه ونرجع باش نكملو التحضير ديال العصير ديالنا ان شاء الله. نصفيه مزيان من هذاك التخت، وغادي نعاود نردو في الخلاط. غورت بنكهة البيستاش، ضروري يكون بنكهة البيستاش، غادي نزيد عليه. بالنسبة للسكر فعلى حسب الذوق، من الأفضل ما تكتروش بزاف. أنا غندير غير واحد المعلقة تقريبا كبيرة ديال السكر. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا، كيجي على هذا الشكل. هذا عصير ديال لافوكا الكذاب، شوفوا كيفاش داير القوام ديالو، راه خاطر بحال ديال لافوكا تماما، والمذاق ديالو راه بحال لافوكا، يعني غير جربوه على حسابي. فهو حل بالنسبه للدراري الصغار اللي ما كيبغيوش ياكلوا هكا الخس والخيار، يعني الخضر، فهو كيكون زوين، غير هو ما تكتروش منه. كيف ما كتعرفوا ان العصائر اللي كتكون من الحليب فصعيبه شويه في الهضم، لذلك مره مره ما فيها باس. وندوزو للعصير الاخر ان شاء الله. نحتاجو في هذا العصير الجزر، عندي هنا نقيته، غادي نقطعو طريفات. غادي نسلقو في الماء، نخليه تيتسلق ونعاودو نشوفو تتمة ديال العصير ديالنا ان شاء الله. تسلق الجزر، درتو في الثلاجة حتى برد مزيان كيف ما كتشوفو، خليته هو والماء ديالو. غادي نزيد هنا عندي مركز ديال الحامض اللي كنت حضرت واحد الفيديو سابق، اللي بغا تشوفو غنخلي ليه الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف. هذا المركز راه ديجا فيه السكر، اللي ما عندكمش غادي غادي تاخدو حامضة وغادي تعصرو العصير ديالها. وغادي نضيف دابا المركز ديال الحامض، كيف ما كتشوفوا هذا المركز راه ما كيجمدش، يعني كيف ما كتاخذوه بالمعلقة. وغادي نزيد الياغورت، من الافضل انكم ديروا ياغورت يا اما نكهه الخوخ او نكهه المونغ، كيجي رائع. فانا ما لقيتش، غادي ندير غير نكهه الفانيلا. وغادي نطحن الخليط،
كنطحنوا كيسمح لنا عندنا هذا الخليط اللي هو مركز. غادي نديرو في الكاس وغادي نزيد دابا الماء حتى نلقى يعني الكثافه اللي بغيت. وهذا هو العصير ديالنا، انا درتو شويه خفيف. نتوما كتحكموا في القوام ديالو، يعني كتزيدوا الماء على حسب الرغبه ديالكم. وهذا هو العصير ديالنا، وينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وتجربوا هاد العصائر كلها اللي اقترحت عليكم في هذا الفيديو ان شاء الله، وديروا لي واحد لايك باش تشجعوني، وما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتو مازال ما مشتركينش، فعلوا الجرس. وبسلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.